السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع في قناة كل ما يفيد طفلك. اليوم في هذه الحصة نشوف تتمة الامتحان الموحد المستوى السادس للغة الفرنسية. أنا قبل في الفيديو ما بغيت نعطي امتحان كامل باش ما يجيش فيديو طويل، لهذا قسمت الامتحان على جوج حصص. كانت حصة قبل واليوم إن شاء الله هنكملوا تتمة. قبل كان عندنا الحصة وقفنا في السؤال العاشر واليوم إن شاء الله هنكملوا تتمة. هذه الأسئلة فهي نموذج من أسئلة الامتحان الموحد، فلهذا عليكم بالتدريب وتعرفوا فين كتغلطوا، فين عندكم الخلل، حتى تقدروا تراجعوا الدروس ديالكم مزيان، وإن شاء الله في الامتحان الموحد نجيبوا المعدل جيد. نبداو بالسؤال. ريكري لا فراس سويفون على فورم انتيروغاتيف. نو جوو بوندو لا ريكرياسيون. فهاد الجملة خصنا نرجعوها على شكل انتيروغاتيف، وأسهل طريقة هي تخلي الجملة نيت وتزيدها بوان دانتيروغاسيون. سؤال موالي. رولين لي دو فراس بار ان برونو رولاتيف بور ايفيتي لا ريبيتيسيون. اما لو ماروك اي ان باي سيتي او نور ويز دو لا دو لافريك. لو ماروك، هذه الجمله الاولى. بالنسبه للجمله الثانيه، لو ماروك اي بوردي بار لا مير ميديتيراني او نور. يعني هاد الجمل جوج بيو، يعني عندنا جملتين، الجمله الاولى ولا فراس الثانيه، لا فراس الاولى ولا فراس الثانيه خصنا نجمعوها بان برونو غولاتيف. ضروري تكونوا حافظين لي برونو غولاتيف باش تعرفوا وتكونوا كتعرفوا كل كلمه شنو المعنى ديالها باش تشوفوا شكون اللي عاد تناسب الجمل. السؤال الموالي. كومبليت لي فراز سي دوسو بار دي تيرمينو دوموندي. نو سون لير دو لا ريشيس de culture marocaine. هنا عندنا adjectif possessif، يعني لي adjectif possessif عاود نفس الشيء، تكون كتعرف شنو هما لي adjectif possessif باش تعرف ان برونون اللي عايجي، ان الادجكتيف اللي عايجي مع الجمله. regarde paysage ils sont très bons دي غاشيد. عندنا الادجكتيف ديمونستراتيف. بالنسبه لهاد عيب لكم انه هذا الامتحان فهو مخرج، لان ابني عنده السادس وحتى هو كيتدرب على هاد الاسئله، وكنبغي نبارطاجيها معكم باش حتى نتوما تدربوا على الاسئله ويسهل عليكم ان شاء الله في الامتحان توصلوا المعدل الممتاز. ننتقلوا حاليا للكونجيغيزون. كومبليت لو طابلو سي دوسو اون كونجيغي لي فيرب دوني اون طون اي اون بيرسون دوموندي. عندنا لو فيرب افوار فينير و شوازير. لو طون عندنا بريزون دون انديكاتيف باسي كومبوزي فيتور سامبل امبارفي. فوالا نبداو بريزون دو لانديكاتيف افوار فتو venir je choisir vous passé composé nous يعني avoir passé composé nous venir passé composé il choisir passé composé elle نفس الشيء futur عندنا avoir futur venir futur لاحظت هنا بني مي خرج الامتحان مي كنت كنصحح لقيت عنده الاغلاط، وهنا كيرجع يحفظ لو فيرب ديال فونير ديال شوازير. نفس الشيء نتوما يعني الوالدين ينقلوا الامتحان باش التلاميذ ما يشوفوش
التخريج، وفي نفس الوقت ما يجي شي غلط ترجع تحفظ هذاك الفيرب اللي انت غلطتي فيه او لو طون اللي انت غلطتي فيه، وهنا كتعرف فين عندك المشكل وتصلحه. لامبارفي افوار في لامبارفي نفس الشيء، فو و تو و ايل ايل دو بلوريان. نرجعوا السؤال 15، عندنا ريكري لا فراس ان كونجوغين لي فيرب ان كونديسيونيل بريزون. Tu voyages pendant les vacances. Les vacances. On a un conditionnel présent. Qui est un conditionnel présent. La phrase que je vois, c'est un conditionnel présent. L'orthographe complète par tout. معنا مذكر مفرد، توت مؤنث مفرد، تو مذكر الجمع، أو توت مؤنث الجمع، مذكر الجمع مؤنث، جمع مؤنث. هنا توت تدل على الكل، كل يعني الجمع. مثلا نقول توت اللي فيت يعني جميع الحفلات. Les fêtes sont convenablement célébrées dans notre pays. Voilà, tu n'as qu'à voir cette الكلمة الأولانية. واش هي جمع؟ يعني مدام جمع يمشي مع الجمع، إما هذه إما هذه، ولكن واش هي مؤنث ولا مذكر؟ باش نعرفوا واش يمشيو مع المؤنث أو المذكر. هنا بهذه الطريقة الإجابة صحيحة. نفس الشيء في المفرد، يعني مثلا هنا عندنا لي سوبورتي ابلانديس توت ليكيب. كنشوفوا ليكيب، ليكيب هي مفرد. نفس الشيء غنشوفوا واش مذكر ولا مؤنث، يعني واش فيمينا او ماسكولا. وعاد كنختار لو طول اللي عاد تمشي معها، ان هي واش المؤنث ولا المذكر. بالنسبه للجمله الاخيره لي ماروكان ام لوغ سوفيغا، عندنا تو لي ماروكان ام لوغ لوغ سوفيغا. فوالا السؤال 17، مين لي مو سويفون او بلوريان، يعني نعرفوا الكلمات هادو الجمع. ان جونو، انتبهوا مي كيكون في الاخر عندنا او، كيفاش كنرجعوا الكلمه للجمع. ان جونو، اون بوبي، ان جورنال. نفس الشيء بالنسبه لما كيكون عندنا ال في الاخر الكلمه، عندنا شي بعض الكلمات ما كتبدلوش كتبقى ال، وكاين شي بعض الكلمات كيتبدلوا، لهذا نتبعوا. ننتقل الان الى اكسبريسيو اكري، فهو لي سبع نقاط، ويعني سبع نقاط راهي مهمه. سؤال 18، عندنا رومين دون لوردر لوجيك les phrases suivantes en écrivant le numéro 1, 2, 3 et 4 dans les cases qui conviennent. Rachid s'est réveillé et se prépare pour aller à l'école. Je ne sais pas si je suis Rachid. Il est en train de se faire. Il est en train de خصنا نفهمو الجمل باش نعرفو الترتيب ضروري. انسويت سابي، انسويت ال سابي، سابي يعني كيب يلبس الملابس، يعني انسويت يعني انسويت من بعد. دابور ال في سا تواليت، هنايا هاد دابور باش تسهل عليكم، دائما ما تلقى دابور عرف هذه الاولى، صافي تلقى دابور في الجمله عرف هذه النمره واحد. اونفا هنا كتعرف هذه هي الاخرى، يعني جوج الحاجات اللي سهلوا عليك، دابور هي الاولى، اونفا هي الاخرى.
انسويتو بوي هنا على حسب الجمله نتابع. دابور il fait sa toilette enfin il prend son cartable et s'en dirige vers l'école puis il prend son petit déjeuner. السؤال هنايا الاخير هنا السؤال عن السؤال الاخير le ramadan est un mois sacré pour les musulmans dans 4 à 6 lignes décrit la table que prépare ta famille pour la rupture de jeûne. يعني رمضان هنايا جا الانشاء على رمضان نلخصو في 4 سطور حتى 6 سطور. شنو كيفاش كتحضر المائده المغربيه في رمضان؟ يعني الطفامين يعني عائلتك يعني كيفاش كتحضروا في رمضان؟ شنو الوجبات اللي كتحضروهم الاساسيين؟ المهم يعني يكون عندك مفردات صحيحه باش تكون جمل باش تقدر على الاقل تجيب المعدل. المهم كنتمنى التوفيق ان شاء الله لجميع التلاميذ. ما تنساوش اللايك واشتراك في القناه وما تنساوش تبارطاجيو هاد الحصص ديال نموذج الامتحان المعهد السادس مع التلاميذ باش تعم الفائده ان شاء الله.